عايز ازيك يا دي لو طيب أفكركم ببداية الدرس. احنا لما بدأنا الدرس خدنا المومنتم وقلنا المومنتم بي بتساوي ام ملتبلاي بي، الماس ملتبلاي الايه؟ وقانون نيوتن اف بتساوي ام في ايه، او بتساوي اف طبعا بتساوي ام، نشيل الايه ونحط دلتا بي اوفر دلتا تي، أو ممكن نكتبه بشكل تاني F بتساوي دلتا B أوفر دلتا إيه؟ دلتا T، اللي هي M بدلتا B دي وشلناها وحطينا مكانها دلتا B، تمام؟ تعالوا نحل أسئلة. أول سؤال بيقول لي the product of the mass of the body and the rate of change of its displacement called إيه؟ فورس ولا مومنتم ولا اكسلريشن ولا ويت، تسميها ايه يا احمد يا سيد؟ مومنتوم مومنتم، تمام. بي بتساوي ام ملتبلاي بي. طيب ذا جراف ايه بالظبط؟ ده ريبريزنت ذا ريليشن بتوين مومنتم اند ذا فيلوسيتي اوف ان اوبجكت. مومنتم وفيلوسيتي الريليشن اللي ما بينهم بتبقى ايه؟ بي بتساوي ام في. اختار يا فدوى. المومنتم is directly proportional with mass ودايركتلي برضه proportional with مين؟ with v. مين في دول direct relation بين ال b وال v؟ ايه؟ تاني واحدة لا سي ايه؟ عشان هنا ده روت v، تمام؟ هنا ال b وال a وال v. نمبر 3 بيقول لي ذا اوبزيت فيجر ريبريزنت ذا بادي اسمه ايه؟ اوف ماس ام اند فيلوسيتي في اند مومنتم بي اند انذر بادي بي اوف ماس ام اوفر 2 اند مومنتم 2 بي، سو اتس فيلوسيتي از، فيلوسيتي هتبقى ايه؟ قارنهم الاثنين ببعض. هنا الماس قلت للنص والمومنتم زادت للضعف، يبقى الفلوس تحصل لها ايه؟ هنقول كده كانها بي 1 اوفر بي 2، والبي بتساوي ام ام 1 في 1، وهنا ام 2 في 2. البي 1 بكام يا شباب؟ بي بس، وبي 2 بقت الضعف يعني بقت 2B، والام 1 اللي هي الماس الاولانيه بكام؟ بام بس، وام 2 بقت ام اوفر 2، والفي 1 اسمها في، يبقى في 2 بكام؟ ام مع ام، بي مع بي، وهتبقى 2 ملتبلاي في، يعني هاف في 2 تساوي 2 بي. بعدين نعمل ملتبلاي 2 هنا وهنا، ادينا ايه بقى؟ في 2 بتساوي 2 ملتبلاي 2 يعني 4 في. طلعت في 2 كام؟ 4 في، تمام. نمبر 4 يا جنة، بيقول لي when a body fall freely towards the ground it's a، هل momentum increase, mass increase, acceleration remain constant, velocity decrease, weight increase؟ momentum increase and acceleration remains constant. تمام، طبعا acceleration remain constant because it's affected by the gravity أو اللي هي gravitational acceleration، والmomentum increase. عشان سرعته بتزيد، طالما السرعة بتزيد يبقى أكيد البي بتزيد.
طيب نمبر 5 بيقول في الاوبزيت فيجر في الشكل اللي قدامي ده شو بول اوف ماس 0.5 كيلوغرام كوره ذات فول فريلي towards the surface of the earth so its momentum when it reached to the earth's surface is كام؟ كوره وقعت من هنا نعمل ايه هنا يا جوشين؟ عايز يحسب المومنتم اللي هي بي، يبقى انا محتاج حاجتين الام والفي. الماس موجودة قال لي هاف كيلو جرام، الفي سرعته كام؟ المسافة اللي هو نزلها دي او وقعتها الكورة هي 180 سنتيمتر، ولازم السنتيمتر ده يتحول للمتر عشان كل اليونتس عندي فيها متر. هعمل ايه؟ ديفايد 100 يبقى 1.8 متر، دي اول حاجه. طيب من الديستانس دي عندي في انيشال فول فريلي طبعا، ففي انيشال بتساوي زيرو، يبقى عندي جرافيتيشنال اكسلريشن جي بتساوي 10، يبقى اقدر احسب في فاينل سكوير بتساوي او ماينس في انيشال سكوير اللي هي بزيرو equals to كام؟ 2 جي بي. ال V initial خلاص مش موجودة، يبقى ال V final اللي أنا عايزها بتساوي square root أدي 2 وال G ب 10 وال distance بكام؟ 1.8 متر. نعمل الكلام ده كده على الكالكوليتر. يطلع كام؟ root 2 multiply 10 multiply 1.8 يديني 6، 6 يبقى v final كده بتساوي 6. تمام، يبقى v بتساوي half multiply 6 يدينا كام؟ 3 كيلوغرام دوت متر بير سكند. المسألة اللي بعدها يا محمود يقول لي الماثيماتيكال ريليشن ايه الصح فور نيوتن سكند لو، ايه الريليشن الصح لنيوتن سكند لو؟ أعتقد اللي هي ال F اللي هي رمبر A F equal اسمه ده MV over T ام في اوفر دلتا تي اللي هي ايه؟ تمام دلتا T اه تمام، وايه تاني؟ و V دلتا M بار 2 over دلتا T أو M اه شو دي دلتا غلط، تمام يبقى M دلتا V بار 2 over دلتا T لا ما هي باور 2 دي مش صح، هي صح دي اف بتساوي ام في ايه ده سكند لو، انت هتشيل بقى ام في اوفر دلتا تي وتحط مكانها ايه، يبقى تمام الاثنين. ratio between the acting force on the body and the rate of the change of its velocity according to Newton's second law is the momentum of the body, mass of the body, energy of the body, acceleration of the body. فاحنا زي سيدنا نقول ايه؟ ratio between the acting force on the body and the rate of the change of its velocity. يعني F بالنسبة لدلتا V. ثانية واحدة the ratio between the acting force and the body the rate of change at velocity connection is the the mass of the body mass of the body لا momentum. لا it's the mass of the body
ماس والزبادي. هي ماس والزبادي، تمام. طب اليونت ذات از ايكويفالنت تو كيلو جرام دوت متر دوت سكند نيجاتيف 1 از ايه؟ ايه اليونت اللي بتكافئ كيلو جرام دوت متر دوت سكند نيجاتيف 1؟ النيوتن يا ولاد هو عبارة عن إيه؟ ماس بالكيلوجرام دوت متر بير إيه؟ سكند سكوير. ده النيوتن. فإيه بقى اللي هيكافئ كيلوجرام دوت متر دوت سكند نيجاتيف 1؟ هيبقى هي يا جنة جي دوت اس بير متر و ان دوت اس. هيبقى نيوتن ايه؟ تبقى نيوتن دوت سكند وجول دوت سكند بير متر. دي صح، تمام. وجول بير سكند دوت ايه دوت متر، اللي هي دي، تمام. هي دي اصلا مش عليكم، بس لو عرفت نيوتن دوت سكند يبقى كويس. طيب the graph that represent نيوتن سكند لو از ايه؟ مين الجراف دول اللي بيمثل النيوتن سكند لو؟ F equal M multiply A. طيب في نيوتن سكند لو قلنا ان الفورس از دايركتلي بروبورشنال ويز ماس، وبرضه دايركتلي بروبورشنال ويز مين؟ ويز اكسلريشن. والماس والاكسلريشن مع بعض انفرسلي بروبورشنال، ما فيش ولا رسمه فيهم فيها انفرس، كلهم دايركت، بس هو معدل بقى بانهي واحده بقى؟ اف و ايه دايركت، صح؟ أبسط واحدة اللي هي الأولى دي، صح؟ اللي هي إيه؟ الأكسلريشن مع الفورس. طيب نمبر 10، the outer graph represents the relation between the momentum and the time for a body that moves in a straight line on a horizontal fractional less surface under the effect of constant force since the acting force on the body equals to m. هو عايز يحسب الفورس ذات اكت الزاوية من الجراف ده، يبقى بتساوي ايه؟ طبعا الجراف بين التايم والايه والمومنتم، واحنا قلنا ان الفورس تبقى دلتا بي اوفر دلتا تي. المومنتم اللي عندي بكام؟ التشينج ان ذا مومنتم هتبقى 60 نقص منها 40 20، يبقى كام؟ يبقى 40. والتايم هيبقى كام من 0 لحد 4؟ يبقى الفورس بتساوي كام يا ولاد؟ 40 over 4 يعني equal 10 نيوتن. طيب 11، قول يا جنة كده 11، بيقول لي if a force of 2 نيوتن act on an object of its mass او الماس بتاعت 1 كيلوجرام، يبقى الاوبجكت عايز ايه؟ acquires ايه، يكتسب ايه؟ acquire velocity of 2 meter per second ولا acceleration of 2
2 متر بير سكند سكوير والاكسلريشن اوف 1 ولا فيلوستي؟ يعني هكتسب اكسلريشن ولا فيلوستي؟ وقيمتها كام؟ acceleration. قيمتها كام بقى؟ هو اداني الفورس واداني الماس، يبقى اقدر احسب الاكسلريشن ازاي؟ الفورس اوفر الماس تمام، اف اوفر ام الفورس بتاعتك بكام؟ 2 نيوتن تو اوفر 1 كيلو جرام، يبقى 2 اوفر 1، يبقى acceleration of 2 متر بير سكند سكوير. طيب لوجين بيقول لي اوبجكت الماس بتاعته ب 2 كيلو جرام accelerating by، يعني الاكسلريشن بتاعته بقت 2 متر بير سكند سكوير، يبقى الفورس بتساوي كام؟ acting force on it بتساوي كام؟ مباشرة خالص، أنا عايز الفورس واديتك الماس واديتك الاكسلريشن، يبقى بكام؟ تبقى 15 هتبقى صح 10، هنا الماس 10 والاكسلريشن كام؟ 2، يبقى 10 ملتبلاي 2 ايكوالز 20، 20 نيوتن. طيب مسألة تانية، 13 بيقول لي الفورس ذات اكت اون on an object of mass 5 kilogram to change its velocity from 7 meter per second to 3 meter per second in an interval of 2 seconds is. هلا ازاي دي يا محمود؟ يا مستر حلها ازاي؟ ايه نشوف الاول ازاي، الماس بتساوي، الباب الماس بتساوي 5 والتشينج ان ذا فيلوستي يعني 7 متر بير سكند اللي هي الفيلوستي تشينج ات فروم 7 تو 3 والتايم انترفال ايكوال تو، وانا عايز الفورس. طيب انت عايز الفورس، يبقى الفورس يا مستر بتساوي ماس مالتي باي اكسلريشن. طيب acceleration الماس عندك بكام؟ الماس ب 5 كيلو جرام five ملتبلاي اللي تشينج بقى اللي هو في الفيلوستي ديفايد التايم يديك الاكسلريشن. انت ممكن تقول بقى في فاينل ماينس في انيشال، يعني 3 ماينس 7 الفاينل ماينس الانيشال ديفايد مين؟ التايم اللي هو 2، 3 نيجاتيف او ماينس 7 ايكوال نيجاتيف 4 صح؟ يبقى 5 ملتبلاي 4 تمام ديفايد ايه؟ ديفايد 2، يبقى هتبقى كام؟ نيجاتيف 10، هتبقى 20 نيجاتيف 2 يبقى نكتب نيجاتيف، تن ان تمام يبقى نيجاتيف ايه؟ طيب اللي بعدها بقى 14 يا يوسف بيقول لي if the force of an act on a body is doubled، يعني الفورس زادت للضعف وال its mass is decreased to half then the acceleration on its motion هيحصل ايه؟ برضه نفس الكلام اهو، ادي الفورس بتساوي ام ملتبلاي اي تمام؟ طيب لو بقت اف 2 يعني اف one divide اف 2 equals 2 بقى ام 1 ام اي 1، وهنا برضه نفس الكلام ام 1 ام 2 اي 2. طيب هو بيقول ان الفورس از دبل، يعني اف 2 بقت دبل اف 1، يعني هنا نشيل اف 1 او نخليها اف 1 وتبقى هنا 2 ايه 2 اف. وايه اللي حصل تاني للماس؟ والماس از ديكريزد تو هاف، نفس الفكره، يبقى هنا ام وهنا ام اوفر 2، والاكسلريشن اوف اتس موشن هيحصل لها ايه؟ يعني هنا هتبقى ايه 1 او هنا ايه هنا ايه 2 تمام. الماس مع الماس والاف مع الاف نفس الكلام، مع الكروس مالتيبليكيشن يبقى 2a equals 1 multiply half a2.
بهاف اي 2. وبعدين تعمل بقى كروس ايه مالتبلاي 2 في الطرفين، يبقى ال اي 2 بتساوي 2 مالتبلاي 2 يبقى 4 اي. يبقى الاكسلريشن هيحصل لها ايه يا ولاد؟ انكريز ايه 4 تايمز. زادت 4 مرات. تمام يا يوسف، برافو عليك، increases 4 times. fifteen عندي ضفر of mass 500 kilogram and another of mass 1500 gram kilogram are moving at the same acceleration. ماشيين بنفس ال acceleration. The force act on the heavier vessel will be the force acting on less than on the less mass samples. نفس الفكرة برضو بتاعت المسألة اللي فاتت، هتعمل ايه؟ Two masses with the same acceleration، يبقى انت المفروض F1 over F2 equals to M1 divided M2. المسألة الأولانية كام؟ 500 والثانية 1500. طيب واللي بعدها بقى if the force act on the first أو on the heavier vessel will be، يعني هو عايز ال heavier vessel اللي هي number 2، ال F بتاعتها تبقى كام؟ لما أو on the less mass vessel بالنسبة لـ F1 تبقى قد إيه؟ 0 مع 0 وهنا 0 مع 0، 5 في 1، 5 في 3، يعني بالنسبة لي هتبقى 3F1 equals F2. يعني F2 كده هتبقى كام مرة من F1؟ 3 times، 3 مرات. طيب 16 بيقول لي the ratio between the acceleration of a body الماس بتاعته 2 كيلوغرام to that of the body 4 كيلوغرام when the, they move under the effect of the same force، هتبقى كام؟ ماشيين بنفس الفورس، عايز يعرف ال ratio between the acceleration of a body الماس بتاعته كذا، يعني A1 بالنسبة ل A2 تبقى كام؟ أقول إيه؟ قولي يا جنة. طيب هنا F1 equal F2 تبقى A1 over A2 equal M2 over M1 تبقى equal 4 over 2 تبقى 2 over 1. تمام، عشان هنا طبعا inverse relation ما بين الماس والايه؟ والاكسلريشن، فخليتها M2 over M1، وM2 عندي بكام؟ بفوق over M1 اللي هي بكام؟ اللي هي ب2، هتبقى الريشيو بتاعتي هي كام؟ 2 over 1، صح كده؟ هي أول واحدة. طيب في الـ opposite figure represent a body X of a mass M اللي هو ده that act on a force أو act on it a force اسمها F to accelerate it، تزود سرعته شوية a uniform acceleration E and another body is Y of a mass half mass that act on it a force of 3 over 2 F to accelerate it to a uniform acceleration is كام؟ يعني انت هتقارن برضو نفس الكلام ما بين الايه والماس، الاف وال الاف والماس عشان تعرف A1 و A2. نقول اهو AX divide نجيبها من الاف من الاول، يبقى F1 نقول عليه FX و F بتاعت الاي بتساوي M X A X M Y A Y
نشيل بقى ونعوض واحدة واحدة. أول واحد اسمه إف، نخليها إف، والتاني إف واي، هي قال لي تبقى كام؟ 3 أوفر 2، يبقى 3 أوفر 2 إف إيكوالز 2. الماس بتاعت الإكس بكام؟ بسمهايم. والإم بتاعت الواي زادت ولا قلت؟ قلت، بقت هاف إم، يبقى ام اوفر 2 يعني. طيب الريشو بقى بتاعت الاكسلريشن هو ده اللي عايز اي اكس بالنسبه لاي واي. فانا هطير بقى الام دي مع الام دي والاف دي مع الاف دي واعمل كروس مالتيبليكيشن، هيبقى عندي الناحيه دي هاف اي واي بيساوي اي اكس مالتبلاي 3 اوفر 2. 3 اوفر 2 اي اكس، ولما اعمل ملتبلاي 2 في الطرفين ال 2 دي هتطير مع ال 2 دي، يبقى اي واي بالنسبه لي هي 3 اي اكس. طيب يعني لو عايز انا بقى مستر اي اكس بالنسبه لاي واي يبقى بتساوي ايه يا ولاد؟ 1 اوفر 3. تمام، هو عايزها دي كده، يبقى 3A صح كده؟ هو عايز دي AY بتساوي 3AX. هو قال إن AX اسمها إيه بس؟ تمام، يبقى AY دلوقتي بتساوي 3A اللي هي AX. تمام جدا. طيب نمبر 18 مين هيحلها؟ سهلة دي، قول لي عندي two forces 3 نيوتن و5 نيوتن act on an on a certain body which of the following figure represent the least value of acceleration of the acceleration by which the body will move. least value of acceleration يعني ايه least value of acceleration؟ يقصد ايه يعني؟ من acceleration وال forces او summation of forces بتبقى ايه؟ احنا عندنا قانون نيوتن الثاني بيقول summation of forces بتساوي m multiply a، وال a وال f is directly proportional، فهو least acceleration يعني قصده least summation of a of forces. أقل مجموع فورسز هنا بكام؟ بي و دي البي والدي لا الاي مش انت الإي. طيب تعالي نشوف البي، البي هنا 6 وهنا 2 هتبقى 6 و4، يعني الفور مع 6 طبعا ماينس 6 ماينس 4 ايكوال 2، يبقى هنا 2 نيوتن في الاتجاه ده كده 2 نيوتن، وهنا هيبقى 5 و5، لا خلاص اتكنسلت هتسيبوا بعض، يبقى 2 نيوتن بس، ده صغير دي. وهنا طبعا ذا سيم دايركشن فهنجمعهم مع بعض، هيبقى 3 بلس 5 ايكوال 8. هنا 3 نيوتن وهنا 5 نيوتن، دي طبعا في فيثاغورس فهتبقى 4 تقريبا غالبا، لكن هنا 3 وهنا 5، ف5 ماينس 3 ايكوال 2 نيوتن برضو. هنا 3 نيوتن 3 نيوتن هيكنسلوا بعض، وهتبقى 6 ماينس 12 هتبقى ايه؟ 6 نيوتن. يبقى اصغر حاجه هي الدي والبي. تمام، طيب 19 بيقول لي a horizontal force of 24 نيوتن act on a body of a mass 5 kilogram to move it on a horizontal surface with acceleration of 3 meter per second square, then the magnitude of the fractional force equals to. احنا قلنا ايه او اتفقنا على ايه عشان نقدر نحسب الفريكشنال فورس دي؟ نعمل ايه؟ الفورس اوف موفينج اللي هي
بتاعت الحركة بتساوي force that acting on the object minus the force of a friction. يبقى ال force of moving هنا بتساوي كام؟ نحسبها منين؟ نحسبها من الماس multiply ال acceleration، بتساوي ال force that act on the object اللي هي 24، هو قالها لي ب 24، minus ال friction أو ال F of friction اللي أنا عايز أحسبها. طيب M في إيه بتساوي إيه؟ نجيبها إزاي؟ أدي الماس 5 كيلو جرام، وأدي ال acceleration equals 3، إدتها لي. يبقى 5 multiply 3 يبقى equal 15، يبقى 15 equals 224 minus F A fraction. نوديها الناحية التانية هتبقى F أو F بتساوي 24 minus 15 تساوي كام بقى؟ 9؟ نعم. 9 9 نيوتن. ماشي يا شباب، نمبر 20 مين هيجاوبها؟ wooden block of mass 2 kilogram was moving along a horizontal plane when affected by a force of 6 newton if the fractional force was 2 newton with the acceleration of motion equals كام؟ acceleration نجيبها ازاي؟ يوسف توماس مين فيكم عارف؟ wooden block الماس بتاعتها 2 كيلو جرام was moving along a horizontal plane. الماس بتاعتي ب 2 كيلو جرام والفورس equals to 6 نيوتن والـ F of friction بتساوي نعم واحنا لو قلنا ان F equal M times A وعوضنا بأرقام بعدين عملنا زوايد، مش كده نقدر نجيب الـ A على طول؟ تمام يا توماس. يبقى الـ F مطلوب إيه اللي أنت عايز تجيبها دي؟ دي اسمها F إيه؟ acting. تعال نطلع المعلومات كده واحدة واحدة. affected by a force of 6 newton if the fractional force for was 2 newton. يعني هو قال إنها تأثرت بفريكشن فورس مقدارها 2 newton، فعايز يعرف the acceleration of motion equal to كام؟ عايز يحسب إيه بقى؟ عشان هو ما يعرفش إيه بكام. هنحسبها إزاي؟ يبقى انت عندك M multiply A بتساوي ال F، بس انهي فورس فيهم بقى؟ دي فورس اوف 6 نيوتن ودي فراكشنال فورس قيمتها 2N، فانت عايز تحسب الفورس اوف موفينج اللي هي بتساوي الاكتنج اللي هي ذات اكت اون ات از افكتد باي فورس 6 نيوتن اللي هي 6 ماينس الفورس الثانيه اللي هي مين؟ الفريكشن. الفراكشن يبقى 6 ماينس 2 ده يديك ايه؟ قيمه الفورس اوف موفينج اللي هي ام في ايه؟ اللي هي هتساوي كام بقى؟ 6 ماينس 2 ايكوال 4 نيوتن. تمام، يبقى كده انا عندي ام ملتبلاي ايه بتساوي 4. طيب عندك الماس بكام؟ الماس ب 2 كيلو جرام كاتبها هو في الاول، يبقى انا اقول له ان الاكسلريشن اللي انت عايزها بتساوي الفور ديفايد 2 ايكوال 2 متر بير سكند سكوير. تمام، يبقى فكره المساله انك تكون عارف ان الفرق ما بين التو فورسز دول بيبقى الفورس اوف موفينج اللي هي اف موفينج بتساوي زي ما خدناها اخر ريليشن خدناها بتساوي الفورس
هي ذات افكت او اكتنج ماينس الاف اف ايه فريكشن. هو اداك الفريكشن قال لك انها 2، واداك الفورس ذات افكت اون اوبجكت اللي هي 6 ايه 6 نيوتن، وعايز الفورس اوف موفينج اللي هي ام اف اي. السؤال اللي بعده 21. بيقول لي the weight of the body is 120 نيوتن on the earth. So its weight on the moon equals to كام؟ وبيقول لي لاحظ بقى ان الاكسلريشن due to gravity on the moon 1 over 6 is acceleration due to gravity on the earth. سهلة دي. نعمل ايه؟ weight of the weight on the earth بيساوي 120، يبقى الويت on the moon بكام؟ يبقى لو انت عايز الويت on the moon هتقول الويت on earth multiply 1 over 6. 1 6 تمام، يبقى بيساوي كام بقى؟ on the earth بيساوي 120، يبقى 120 multiply كام؟ 1 over 6 يساوي كام؟ 60 20 يبقى 20. طيب 22 بيقول the next graphs represent the displacement time curve for the moving bodies that have the same mass. So the two graphs that represent the two bodies of the largest magnitude of momentum are A. مين في يديهم ال two graphs اللي يدوني the largest magnitude of momentum، يدوني أعلى قيمة للمومنتم؟ هما كلهم distance displacement over إيه؟ over time أو within time. وأنا عشان أعرف المومنتم أو قيمة المومنتم أحسبها من الجراف محتاج اعرف ايه المومنتم، هي ماس مالتبلاي فيلوستي، هحسب الفيلوستي واعملها مالتبلاي الماس. بس ما فيش ماس ولا حاجه، بس ممكن اقول ان في دايركت ريليشن ما بين البي والفي، يعني الاعلى في البي هو اعلى مومنتم، يعني الاعلى سرعه هو اعلى مومنتم. مين هنا الاعلى سرعه؟ مين الجراف هنا لقيمه الفيلوستي بتاعته هي اعلى حاجه؟ الدي ولا ايه؟ الدي دي أعلى سرعة والسي وسي. ليه بقى قلته كده؟ انا شايفه انها الاي مش السي، ال 20 divide 1 و 5 divide خلي 0.25. بالكوا ان الجراف ما بين الديستانس او الديسبيسمنت والتايم. تمام، عشان تجيب اعلى سرعه، بص بقى عشان هي معادله مش صعبه ولا حاجه، عشان تجيب اعلى سرعه يبقى لازم تجيب اعلى مسافه في أقل زمن. ماشي، أعلى مسافة مشيتها في أقل إيه؟ في أقل زمن. اللي هي إيه بقى؟ بي مثلا يا مستر، هنا الفلوستي، تعال نحسب الفلوستي، هنا هتبقى 10 اوفر 4. 10 اوفر 4 بتساوي كام؟ 2.5. طيب وهنا تبقى 10 اوفر 2 اللي هي 5. تمام، وهنا هتبقى 5 اوفر هاف، المسافة اللي أنا مشيتها كانوا 5 متر في زمن قدره نص ايه؟ نص سنة. يبقى دي 5، هنقول دلتا بي تبقى بتساوي 5 برضه هنا هاف. تمام، يبقى هاف يبقى 10 5 over half يعني 10 متر بير سكند. طيب وهنا دي هتبقى 20
over كام؟ 1، وهنا هتبقى 5 over 0.25، يعني ربع. 4 تطلع فوق، 4 في 5 بتساوي 20، يبقى 20 متر بير سكند. أعلى سرعة بقى كانت فين؟ دي والإيه؟ الدي والإيه؟ تمام، ماشي. ثانية واحدة بس، خليكم معايا. تمام، سوري. 23 بيقول car of mass 1000 kilogram started motion from rest within a uniform acceleration, so its momentum after 2 seconds was 4 multiplied 10 power 3 kilogram meter per second. After 4 seconds from starting the motion, its momentum will be كام؟ نحلها ازاي دي؟ المومنتم افتر تايم اللي هو 2 سكندز كان كذا، يبقى افتر 4 سكندز اوف موشن هيبقى كام؟ تبقى 8 multiplied 10 power 3 kilogram meter per second، لأنها تبقى delta b equal f delta t، وال acceleration constant، وال car is affected by constant force، و start its motion from rest تبقى b1 over b2 equal t1 over t2، تبقى 4 multiplied 10 power 3 over b2 equal 2 over 4، تبقى b2 equal 8 multiplied 10 power 3 kilogram meter per second. تمام، يعني هتبقى دايركت ريليشن ما بين البي والاي والتايم، من الريليشن اللي بتقول ان اف بتساوي دلتا تي، دلتا بي اوفر دلتا تي. تمام، تبقى بي 1 اوفر بي 2 ايكوالز 2 تي 1 اوفر تي 2، وبي عندي بي 1 عندي بتساوي 4 مالتبلاي 10 باور 3، وبي 2 ما اعرفش هي دي اللي انا عايز احسبها ايكوالز 2. التايم الاولاني بكام؟ 2 سكندز، والتايم الثاني 4 seconds، وهنا equal 1 وهنا 2، يبقى انا هاخد الرقم ده واعمله multiply 2 اللي هو هيبقى 8 multiply 10 power 3. بس خطوة واحدة. طيب 24 بيقول لي the opposite graph represents the relation between the momentum of the body that is affected by a force اسمها F and the time. So the force that acts on the body is المومنتم والتايم. المومنتم بتقل مع مرور الزمن، المومنتم بتقل مع مرور الزمن، الجراف بيقول كده. يبقى ده معناه ان الفورس ذات اكت اون ذيس بودي، الفورس اللي هي اف، طبعا هفكركم ان اف بتساوي دلتا بي اوفر دلتا تي، ده مهم جدا عشان تبقى عارف ان الاف از دايركتلي بروبورشنال وذ مومنتم برضه. فيبقى يحصل ايه بقى؟ هل الفورس ذات اكت اون ذيس بودي هتبقى ابسنت، ولا ان ذا سيم دايركشن اوف موشن، ولا ان ذا اوبوزيت دايركشن اوف موشن، ولا بيربنديكولار تو ذا دايركشن اوف موشن؟ هنا معناها ايه؟ المومنتم طالما بيحصل ديكريزنج ويزن تايم، يبقى معناها ان الفيلوسيتي كمان
حصل ديكريز. طيب امتى بقى ان الجسم يكون سرعته بتقل؟ لما يكون الفورس ذات اكت اون ات ان ذا اوبزيت دايركشن، فبتقلل من سرعته. طالما قللت سرعته يبقى تقلل المومنتم، تمام، يبقى ان ذا اوبزيت دايركشن اوف موشن، تمام صح. طيب في 25 بيقول a car of mass 240 كيلوغرام start its motion from rest. Start its motion from rest on a straight horizontal road under the effect of the of a force of a 750 newton. So its velocity reached to 5 meters per second after a distance of 10 meters. Then the frictional force between the car and surface of the earth. ببساطة كده بتطلع ايه اللي هو قايله لي، ونشوف احنا نقدر نحسب ازاي الـ fractional force دي. مش انا قلت ان الـ force of moving بتساوي الـ force that act minus الـ F of friction. واحدة واحدة بقى، هات اللي عندك. هجيب الـ F of moving الأول، اللي هي بتساوي الماس multiply الاكسلريشن. طيب الماس ب 240، الاكسلريشن موجود عندي، ده بيقول لي ستارت فروم ريست، يعني انا بدات من الريست، ففي انيشال بتساوي زيرو، و از افكتيف فورس اللي هي 750، وسرعته وصلت ل 5 متر اكتر ديستانس ايه 10 متر. هو اداني ديستانس اللي هي دي بتساوي 10، واداني في فاينل اللي هي بتساوي 5، وقال لي الفريكشنال فورس بتساوي كام. طيب من الفي انيشال والفي فاينل والديستانس اقدر من هنا احسب ايه بالظبط؟ الاكسلريشن، مش هقدر احسب الاكسلريشن من هنا اللي هي ثيرد ايكويشن. مش كنا بنقول ان في هتبقى في انيشال بزيرو بقى، فهتبقى في فاينل سكوير equals to a b. انا عندي ال d وعندي ال b final، اجيب ال a ال a، يبقى ال acceleration بتساوي v final square، يعني ال v سرعة طلعت 5 يبقى 25، تبقى square يعني تبقى 5 power 2 تبقى 25، divide ال 2 multiply d 2 multiply d، d بكام؟ ب 10، يبقى كانها 2 multiply 10، يبقى 25 divide 20، يبقى الاكسليشن بكام؟ سوري نقول عليها ام جي، ايه بكام؟ طب خليها زي ما هي لحد ما يجيبوا لنا كالكوليتر. يبقى 240 هنعملها ملتبلاي 25 وديفايد 20، فالزيرو هيطير مع الزيرو، وال2 مع ال 24 يبقى ايكوال 12، يبقى كأنك بتقول 12 multiply 25 equals F of moving. 12 multiply 25 بكام؟ 300؟800؟ 300 ده. 300. يبقى كده الماس اللي ال F of moving هنا بتساوي 300 equals to F that acting بتساوي كام؟ affected by a force 750 minus ال F of friction اللي هو عايزه. يبقى الـ F of fractions دي بتساوي 740 minus 300، يبقى 750 ناقص منها 300، يبقى الناتج كام؟ 450. مش صعبة ولا حاجة، يبقى بس أنت محدد من المسألة كويس أنت عايز إيه، وهو عايز إيه، وإيه الـ givens الموجودة في المسألة اللي تقدر تطلع منها اللي موجود. اوكي بيقول لي ان ذا اوبزيت فيجر ذا نيت فورس اون ذا بيجر ماس ويل بي نيت فورس اون ذا بيجر ماس اللي هي 3 كيلو جرام. عندي تو ماسز الاثنين جنب بعض، ده از افكتد باي فورس اللي هي 5 نيوتن، وده افكتد باي فورس اللي هي 3 نيوتن. يا ترى بيقول لي بقى البيجر ماس دي از افكتد باي نيت فورس كام بالظبط؟
قلب ال 3 بس ولا لسه في حاجة تاني؟ هل جريتر ذان 2 نيوتن؟ يعني هتتأثر بأكتر من 2 نيوتن؟ ولا ايكوالز تو 2 نيوتن؟ ولا ليس ذان 2 نيوتن؟ ده نو كوريكت أنسر. لسه أنتونيو تمام، هي تبقى ليس ذان 2 نيوتن بس ليه بقى؟ عشان النت فورس ال act on two bodies together equal 5 minus 3 لو أنتونيو. تمام، هتبقى 5. ايوه تمام، ماينس 3 ايكوالز 2، بس ال 2 بتأثر على الكام؟ على الاثنين، على ال 1 كيلو جرام وعلى ال 3 ايه كيلو جرام توجذر، صح؟ تمام. عندي في اللي بعده 27، two bodies that are connected with rope of negligible mass are placed on a smooth surface if an external force اللي هي اسمها F act on act as in the opposite figure to move the two bodies together by a uniform acceleration, then the tension force اللي هي F of tension اللي هي FT اللي هي قوة الشد الموجودة دي in the rope equals to كام؟ قوة الشد هتساوي كام؟ دي ام ودي 2 ام، والتو التو بادز ويل موف تو ايتش اذر، هيتحركوا مع بعض اكيد، ان الفورس دي هتحركهم الاثنين مع بعض، والتاني مربوط بحبل مع الاولاني، هو الفورس دي بتشد التو ميد التو التو ام دي، وفي نفس الوقت الام مربوطه بحبل مع 2 ام فهتمشي معاها برضو، وقوه الشد موجوده فين؟ في الحبل، هي دي اللي انا عايز احسبها. هما الاثنين هيمشوا في نفس الوقت، صح؟ وليهم نفس بعض تحت الاكسلريشن. تأثير نفس القوة، يبقى ليهم نفس الأكسلريشن، تمام. وقال هو موفز باز باي يونيفورم أكسلريشن اللي هي إيه؟ طب أعرف أجيب الأكسلريشن؟ اللي هي A equal F over M plus 2M equal F over 3M. تمام، يعني فورس ديفايد الام، بس انا الفورس اللي عندي بتاثر على الاوبجكت دي اللي هي مين؟ توتال اف دي بتاثر عليهم هما الاثنين. طيب هما الاثنين الماسز بتاعتهم كام؟ ام بلس 2 ام، ام بلس 2 ام، يعني بتاثر على ام و2 ام مع بعض يبقى 3 ام. تمام، يبقى الاي بتساوي اف اوفر 3 ام. ماشي، قوة الشد بقى اللي هي اف تي لو عايز يحسبها بتساوي ايه؟ ام ايه تمام يبقى جدا، ام مضروب اف اوفر 3 ام ايكوال اف اوفر 3. والاكسلريشن ثابته، يبقى انا اشيل الاي واعوض عنها باللي انا اكتشفته انها اف اوفر 3 ام، يبقى اف تي بتساوي ام مالتبلاي اف اوفر 3 ام، يبقى الام مع الام يبقى اف تي بتساوي اف اوفر 3. يبقى نختار مين؟ الدي. بس Opposite graph represents the relation between the weight and the mass of a graph of body when they are placed on two planets, B and Q. If a body that's that weighs 650 newton on planet B is transferred to planet Q, نقل راح لQ, then the mass of the body on the planet Q بالكيلوغرام هل هتتغير ولا لا؟ والويت اون ذا اوف ذا بودي اون ذا بلانت كيو هتبقى كام؟ نعمل ايه في المسألة الجميلة؟
هنجيب الأول الـ acceleration due to gravity بتاع planet B والماس بتاعتها، تبقى الـ acceleration equal slope اللي هو delta WB over M، تبقى 400 minus 0 over 40 minus 0 equal 10 meter per second square. تمام، يبقى انت اول حاجه جبتيها الجرافيتي جرافيتيشنال اكسلريشن صح، بس على مين؟ على اه البلانت اللي اسمه اي بي ولا كيو؟ بي على بي. جبتها ازاي؟ 400 اللي هي من minus السلوب 0 over 40 minus 0 اه بتاعت بي اوف بي، تمام، اللي هي السلوب، فهتبقى كده. تمام، 400 divided 40 equal 10 meter per second square. اوكي، وبعدين بعد نجيب الماس ام بي equal دبليو بي اوفر جي بي equal 650 اوفر 10 يعني الويت اوفر الجي، والويت عندي بكام؟ 650 divided جي اللي احنا لسه جايبينها equal 10، يعني 6.5 كيلو جرام. ماشي، وبعدين اروح اجيب بقى البلانت كيو. بس مش مفروض انها 65، ايه مش 600، المفروض انها 65 كيلو جرام مش 6.5 وقال ايه؟ لانها اه 650 over 10. ديفايد 10، ديفايد 10 سوري، يبقى 65. معلش فكرت 100 والله. اللي بعده كيو، عندي كيو بقى هنجيب ال acceleration بتاعه برضه اللي هي 400 minus 0 over 80 minus 0 equal 5 meter per second square. بس هتبقى 400 ديفايد كام؟ 80 صح؟ عشان هنا ايه؟ ماشي ماشي، يبقى دلوقتي هتبقى ال 400 دي ديفايد ال 80 عشان احسب ال A او G of Q، يبقى بتساوي كام بقى فوق دي؟ 5. ماشي، 3 5. بعدين نروح نجيب ال M. تبقى ام كيو ايكوال ام بي ايكوال 65 كيلوغرام زي بعض لان برضو. المس ماشي، الماس doesn't be changing the place زي الفل. وبعدين اختار يبقى ده انا عايز الويت بقى، لان هو قال لي عايز الويت اوف ذا بودي اون ذا بلانت كيو، فاحسبها دي بقى. الويت هيبقى بيساوي الماس multiply the gravitational acceleration، الماس عند كيو multiply ال 10 يبقى يساوي كام؟ سوري بقى، مش 65 10، احنا طلعناها بكام؟ 5؟ اه 5. يبقى ام كيو بتساوي 65 multiply 5، نعملها على الكالكوليتر بقى تطلع كام؟ 325 325. يبقى نختار ايه اول واحدة؟ اوكي، لا مش واضح لي، دي 130. لا 65 و 325 تمام، سي 65. طيب 29 بيقول the following graph illustrates a group of objects that have the same mass and they are all drawn to the same scale. تمام، كلهم بنفس السكيل. So the graph that express the object of the highest momentum. Highest momentum. هنا بقى الفيلوسيتي بتعبر عن السلوب. يعني السلوب هنا اللي انت هتجيبه للجراف ده هو بيمثل الفيلوسيتي، والاعلى فيلوسيتي اعلى مومنتم، يبقى احنا نختار ايه؟ مين اعلى سلوب؟ اعلى سلوب اللي هو اقرب واحد للواي اكسس. مين اقرب واحد للواي اكسس؟ يعني عنده اعلى انجل السي 80، يعني هو قريب كده، السلوب بتاعه ايه يعني؟ شرب جدا. طيب هسيرتي بيقول بادي باشس 10 كيلو جرام ثريد اكروس فلاور with a constant force of 10 newton against a force of friction.
The box accelerator rate of 0.1 meter per second square. What is the magnitude of the opposing fractional force؟ يعني عايز برضه fractional force. نعملها ازاي؟ هنقول يا مستر ان ال F moving بتساوي ال F acting minus ال F flexion. very good. ادي ال F of moving اللي انت عايزها, F ايه act minus F of action اللي هو عايزها. صح. moving بقى نجيبها منين؟ نجيبها من mass multiply acceleration بتساوي ال forces that act on the object اللي هي 10 نيوتن. تمام, يبقى دي 10 minus ال F of action اللي انا عايزها. يبقى انا كل اللي انا عايزه اجيب M multiply ايه مش اكتر. طب ال acceleration موجود عندك وال mass موجود عندك, مش ناقصك حاجة. تمام, يبقى كده كام؟ 0.1 multiply ال mass equal 10, 1 over 10 multiply 10 دي equal 1 يعني بتساوي 1. نعم. اوكي equal 1, وهنا ال دي 10 وهنا ال f of friction يبقى هتساوي كام؟ 10 minus 1, 10 minus 1 equal 9. بس طيب عندي a jet flies horizontally with its engine produce a total of 20,000 newton forward thrust if the jet mass is 50,000 kilogram and its accelerate 0.3 meter per second square. So what is the magnitude of the air resistance against which the jet fly? ما هي هي نفس الفكرة. force of moving بتساوي force that acts on it minus ال F of resistance. ليه؟ عشان ال F of resistance هي ال F of friction من واحد يعني. طيب ال F of moving اللي تبقى ال mass multiply ال acceleration بتاعتها بتساوي ال F of acting اللي هي 20,000 minus ال F of friction أو ال F of resistance. طيب mass multiply acceleration بكام؟ يبقى 50,000 multiply acceleration قال لي بكام؟ 0.3. 0.3 تمام. يبقى انت لو عايز F of resistance هتبقى ال 20,000 minus الرقم ده 3 over 10 دي بكام دي؟ 15,000 تمام, هتبقى 3 over 10 يعني 0 مع 0 تبقى 5000. 5000 ب 3 ب 15000 يبقى هتبقى ال 20,000 دي minus 15,000 equal 5000. 20 ناقص ايه؟ 5000. يبقى هنختار 5000. نسي اسمها ايه اللي بعتت اللينك؟ مش بدري كده شوية؟ بدل ربع ساعة. اه دي شكلها صح يا بدري. خلاص سيبهم في 10 دقايق وقولوا لها تفضل 10 دقايق يعني تطلع من الفيزياء تخش وعدينا على طول. خلاص ريحوا 10 دقايق ولا حاجة. طب والمسائل دي مين اللي هيحلها؟ هتحلوها؟ بس الواجب نعم ليه ما بيتقلش على المنصة؟ مش لاقي واجب الفيزياء على المنصة. حبيبي, ما انا قلت لك ابعتهولي على التليجرام. مش قلت أنا انا اللي نسيت. كنت هعمل كده؟ أيوه أنا عارف بس والله نسيت قلت الواجب. لا ابعت. اه نسيت الواجب, عشان كده انا بقول لك اكتب ورايا بقى الواجب زي زمايلك ما عملوا. ده زمايلك بعتولي امبارح بالليل, ادوى وجنة, بس محمود ما بعتش, يوسف بعت, توماس ما بعتش, يوسف بعت, واحمد بعت, وجنة وفتح.
لكن محمود ما اه عبرنيش معلش خالص، معلش وتوماس ما هكتبها عبرنيش برضو، ولا احمد ايه. هتقع الصح. بس انا عامل بص يا سكوت حبايبي، بس استنى عشان انا، عشان انا المنصه، اعمل المنصه بص عشان اقول لك على حاجه بس، يعني عشان انا ادمن المنصه، انا المدير الالكتروني للمنصه. عندي مشكله بس في ان انا اشتغل انا كمدرس، يعني الاثنين مع بعض، فلازم اعمل الاكونت تاني. كان عندي اكونت تاني، بس المشكله انه لما عملنا نقل للترم التاني باظ الاكونت ده، فلازم تعمل من جديد. تمام، حد هيعمله، لسه حد هيعمله لي يعني. ما انا فيش هيبقى مشكلة. جاهز النهارده ان شاء الله، بكره ببعت لكم الواجب على المنصه تمام عادي. هو كان طيب المفروض تمام يبقى موجود معايا امبارح يعني، بس ما حصل نصيب، ما اتعطلنا فما اتعملش. انا قلت لك امبارح الحصه، الحصه الحصه النهارده، الحصه اللي جايه تبعت لي على التليجرام، اعمل الواجب وابعته لي على التليجرام. تمام، هشوفه تمام برضه هعلمه عادي. هو هو تمام طيب، هتبعته يعني يا احمد؟ واجب ايه اللي انت عايزه وانا اقول لك عليه؟ طب هو ايه بص انا بعده قبل انا برضه الكيمياء هبعته لك تاني عادي على التليجرام، اقول لك الواجب تروح تقول والفيزيكس اللي قبل ده بتاع يوم الاثنين لان ما بعتوش حلناه النهارده يعني. هو بتاع المره اللي فاتت احنا بدانا فيه، وكان اول صفحتين واحنا حلناهم خلاص. خلاص تمام خلاص خلاص، نبدا صفحه جديده، وعايزك تحللي النهارده احنا هنوصل لحد كام؟ 31 احنا حلناها. طيب من 32 هكتب لك على التليجرام برضه. كم تاني؟ هكتب لك انا طيب برضه وانا بقول من 32 لحد كام بقى، عشان في هم كتير جدا على فكره، فمش هتعرفوا في كم؟ مسائل كده، مش هتلاقي لوحدك، هم 43 مثلا غير الاي سيكونس. تمام، لا خلاص ما مش كتير قوي يعني، من يعني 10 مسائل بس، من 32 لحد كام؟ 42 42. هو في 43 روم سيرتي ايه؟ 32 يا سيدي لحد 43. 43 تمام 43 43 ماشي؟ تمام طيب صور لك بقى المسائل بالمرة عشان ايه؟ ما تقول ما معيش الكتاب ولا يعني، اصورها لك برضه دلوقتي وابعتها لك على التليجرام دلوقتي حالا بس يعني. لو قال معهوش الكتاب انا معايا الكتاب اقدر اصور بس انا عادي معايا صور. والله معايا. خلاص صورها محمود دلوقتي يا محمود، ما تعطلش، ما لا تصورش على طول. دلوقتي.